ايوه طيب عندنا خبر جدا مهم، اللي هو وزارة التعليم توقع اتفاقية مع مؤسسة مسك الخيرية لتقديم 100 منحة دراسية سنويا للطلبة المميزين. بس الطلبة المميزين ايه؟ في جميع مراحل الدراسات الجامعية لابتعاثهم للخارج لأفضل الجامعات العالمية. وطبعا كلنا ما يخفى علينا كيف دور مؤسسة مسك للأمير محمد بن سلمان، كيف بتدعم المواهب الشابة وبتحاول إنه هي تاخذ بيدها عشان يكون عندنا شباب سعودي أفضل ومنفتح ذهنيا وتعرف وعلميا. كمان كيف يعني توظف طاقاتهم وتهيئ لهم البيئة المناسبة إنهم هم بالضبط ممكن صحيح. بالضبط. طبعا للتفاصيل أكثر حول هذا الخبر معانا عبر الهاتف الأستاذة جنى يماني، المدير التنفيذي لبرنامج زمالة مسك. أهلا بك يا أستاذة جنى. أهلا فيكم جميعا. أهلين أستاذة جنى. أستاذة جنى، ما هي الاتفاقية التي تمت بينكم وبين وزارة التعليم؟ طيب، الاتفاقية هي طبعا استكمال جهود مسك في بناء برنامج الزمالة اللي أطلقناه الأسابيع اللي راحت، اللي تهدف لخلق بيئة تنافسية مشجعة طبعا بالتعاون مع وزارة التعليم، من خلال هذه تقديم 100 منحة سنويا للطلبة المتميزين في أفضل الجامعات الأمريكية والبريطانية. طبعا احنا نبغى ننظر على جميع المستويات اللي هي الثانوية، البكالوريوس، الماجستير والدكتوراه، وحنرفق هذه المنح ببرنامج تدريب مكثف طبعا حتكون من جهة مسك بالشراكات الاستراتيجية اللي مسك عندها مع الجهات العالمية. طيب يعني انت بتقول انه هو راح يكون في دورات مكثفة في البداية، صحيح؟ فين راح تكون هذه الدورات؟ طيب، هي حتكون عندنا 3 برامج. نعم. وكل برنامج حتكون تستهدف فئة معينة. البرنامج الأول على سبيل المثال هو لطلاب الأول الثانوي، وحتكون يعني للتأهيل الجامعي انهم نزيد فرصهم في انه يدخلوا للجامعات العالمية. نعم. وحيكون التدريب تقريبا من خلال وجودهم في جامعة هارفارد واخذ تدريب صيفي، وايضا على سبيل المثال برنامج بناء الشخصية مع أكاديمية سانهرست، وطبعا غيرها الكثير. اللي أستاذة جاني أسفة على السؤال، انت ذكرتي اللي يبداوا من اولى ثانوي، هدول الطلبه اللي من اولى ثانوي اللي منتسبين لمدارس مسك ولا بشكل عام في جميع مدارس المملكه؟ لا، احنا بننظر لجميع مناطق المملكه وجميع الطلاب اللي ممكن يكونوا متاهلين. طبعا احنا ننظر على كل طالب بمنظور شامل. نعم. فيعني مو بس الاكاديميات المهمه عندنا، ولكن نبغى ننظر على نشاطات الطالب، هل هو والله بيساعد في تطوير الوطن؟ هل عنده نشاطات لا دراسيه قاعد يسويها؟ وبعدين نختار من هذول الطلبه، واحنا نبغى نركز اننا نبغى نختار مجموعه متنوعه من طلاب المملكه الثانويين من جميع المناطق، فهذه شيء يعني بس ابغى اكد عليها. طيب سؤال هنا، انت الطلبه انتوا اللي لازم يكون متميز وانتوا اللي تنقوهم، ولا الطلبه هم ممكن يقدموا في هذا البرنامج؟ طبعا هو هم يقدموا على البرنامج، يعني اهم شيء في التاهيل انهم يكونوا مثلا البرنامج الاول التاهيل الجامعي يكونوا في اول ثانوي، وعندهم يعني عندهم اللغه الانجليزيه يكون بطلاقه، يعني عندهم مو بطلاقه، يعني عندهم في اجاده فيها. الطلاقه ان شاء الله نشتغل فيها على مدى السنتين الجايه. بس في برنامج البكالوريوس والماجستير والدكتوراه هذول لهذه السنه احنا نستهدف الطلاب اللي موجودين في افضل الجامعات ونضمهم الى برنامج المنح اللي سوينا اتفاق مع وزارة التعليم، ونسوي لهم برامج تدريب صيفية وحتى خلال السمستر الدراسي. طيب معلش اسالك استاذة جنى، ايش هي ميزة هذا البرنامج بشكل سريع؟ هو على يعني ان جنرال حتكون مميزات، انه ليست فقط منحة. نعم. صح، هي منحة موفرة من وزارة التعليم. نعم. بس حيكون معاها برنامج تدريب مكثف يمكن الشباب والطلاب الاطلاع على يعني الاطلاع، وحتى أن يكونوا جزء من فرص فريدة في أفضل المؤسسات العالمية. ومتى راح يبدأ؟ طيب، هو الآن البرنامج مفتوح. نعم. وإن شاء الله خلال الـ3 الشهور القادمة سيتم اختيار الطلاب، وحيبدأ إن شاء الله البرامج.
إن شاء الله. أستاذة جنى شكرا على هذه المعلومات وشكرا على المداخلة. نطلع فاصل مشاهدينا. يلا نطلع فاصل نرجع نكمل باقي الفقرات. أنا شفتك أمتى حب العمر وشفتك فين.